أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة أنت على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. آل النبي نجوم في الورى زهار، محمد شمسهم والمرتضى قمر، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يا سيد الشهداء، يا من حبه فرض وطاعته إطاعة جده، وابن الإمام المرتضى علم الهدى، سر الإله مبين منهج حمده. مولاي ومولى الكونين ونور العينين، يا أبا الحسنين، يا علي أنت الحسين ودون مجدك في العلا، مجد المسيح ودون أمك مريم، فلقد ولدت مطهرا في بردة من طهر فاطمة
تحاك وتلحم. وردنا يا وردنا يا عطاشة ومن نهر حبك، وردنا اجينا نزور ابو اليمة، وردنا نوزع للورد ونحط، وردنا على حبك أبو النفس الأبية. عليكم عليكم يا هالشيعة ولا الظنوات، عليكم الحضور بمحفلة واجب، عليكم المعالي تلوق بس لكم، عليكم إله الكون من دون البرية. يا من يا من يا بحر اللطف والإحسان، يا من القلب باسمك يا ابو السجاد، يا من ما غيرك سند بالحشر، يا من تجازي المحب الجنة الزهية. فاني بأعلى أصواتكم، ثالث على حب سيد الشهداء، قال سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين سبط من الأسباط، صدق سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نبارك لكم أيها الأحبة وللأمة الإسلامية وللمراجع العظام ولصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الذكرى العطرة على قلوبنا، ذكرى ولادة سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم الذي بولادته قد ازدهرت الأكوان ونزلت الملائكة مهنئة ومهللة ومكبرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن في هذه الليلة وفي رحاب هذه الشخصية الطاهرة التي قد ملكت الدنيا، ملكت القلوب بعطائها، فماذا قدم الحسين؟ نعم، بولادة الحسين أيها الأحبة ولدت العزة، بولادة الحسين ولدت الكرام، بولادة الحسين ولد الإبا والشجاعة والقيم والمبادئ والثوابت. ونحن في هذه الليلة المباركة
وفي رحاب هذه الشخصية الطاهرة أحاول أن أسلط الضوء في حديثي حول هذا الحديث المتقدم الذي ورد على لسان نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. إذا جئنا إلى هذا الحديث أيها الأحبة، فإن هذا الحديث نقلته جميع مصادر المسلمين على جميع اختلافها وحيثياتها، ابتداء من أبرز مراجعهم وكتبهم وهو البخاري، مرورا بمسلم والترمذي وابن وسنن أحمد وابن ماجة إلى غيره. جميع الصحاح نقلت هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. بل أن الصحاح كلها أعطت هذا الحديث الشريف درجة الإتقان من حيث المتن ومن حيث السند، ولا غبار على ذلك. ولكن السؤال هنا أيها الأحبة، ما معنى أحب الله من أحب حسين؟ إذا جئنا إلى المخالفين لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فقد ورد تفسيران في هذا الإطار. هناك تفسيران. التفسير الأول أن هذا الحديث الشريف هو بصدد الدعاء. شلون يعني بصدد الدعاء؟ أي أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو لمن أحب الحسين. ما معنى هذا الكلام؟ دعاء النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يختلف عن بقية أدعية الناس. الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم. اختلاف بمعنى آخر، إذا دعا النبي صلى الله عليه وآله فدعاؤه مستجاب يقينا وتماما وعي. وبهذا الإطار نقول بأن الذي يحب الحسين الله عز وجل يدعو له دعاء لا يرد. إذن هذا التفسير الأول الوارد عن طريق أهل العامة أهل السنة. التفسير الثاني أن معنى هذا الحديث أنه في صدد الإخبار. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أن هناك علاقة قطعية وثيقة بين محبة الحسين ومحبة الله عز وجل. فمن أراد أن يحب المولى عز وجل فعليه بمحبة الحسين. هذا تفسير ورد عن أهل العامة. بمعنى آخر أنك لا يمكن أن تصل إلى المحبة الحقيقية لله عز وجل إلا عن طريق محبة الحسين. نحن معرفتنا بالله ناقصة أيها الأحبة، لا تكتمل هذه المحبة وهذه المعرفة إلا عن طريق الأدلة. السلام على الأدلة، على الله السلام، على من والاهم فقد والى الله. ما يمكن نعرف الله عز وجل إلا عن طريق هؤلاء. إذن هذه الليلة نحن نقول أيها الأحبة: هنيئا لنا بمحبتنا لسيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. حبنا أهل البيت يحط الذنوب حتى ما نقولها. ولذلك السؤال، نحن في هذه الليلة ليلة ذكرى ولادة سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، ما هو السر الذي جعل الحسين يرتقي إلى هذه المنزلة؟ ما هو السر الذي جعل الحسين يتغلغل في النفوس وفي القلوب، بل الدنيا كلها تهتف باسم الحسين؟ ما هو السر أن يبقى الدين، أن تبقى الصلاة، أن تبقى العبادة باسم الحسين؟ شنو هذا الارتباط الوثيق؟ مو أحد العلماء أو أحد هؤلاء كان يتحير ليش الله عز وجل أعطى الحسين كل هذا العطاء وكل هذه المنزلة وكل هذا الجلالة؟ يقول: كان بجنبه أعرابي، فقال له: أتريد أن تعرف لماذا الله عز وجل أعطى الحسين كل هذا المقام؟
وكل هذه الهيبة وكل هذه العزة؟ قال اسمع. يقول يوم من الأيام ملك من الملوك، هذه تروى دائما أيها الأحبة، ذات الآباء يعرفون هذا الموقف. يقول ملك من الملوك يقول خرج في الصحراء وكان متنكرا فضاق به الطريق وكاد أن يموت من شدة الجوع والعطش. يقول شاف خيمة من بعيد فذهب إلى تلك الخيمة، لما وصل إليها وإذا به رأى أعرابي في تلك الخيمة ولم يكن معه سوى تلك الشاة الموجودة وكاد أن يموت من شدة الجوع. يقول فسقاه ذلك الأعرابي من الماء وذبح له تلك الشاة وأطعمه إياه. يقول هذا لما فرغ طلب من ذلك الأعرابي أن إذا رجع إلى المدينة يأتي له في تل، نعم يمر عليه في قصره وفي مكانه. بالفعل يقول بعد فترة لما إجا هذا الأعرابي إلى وين؟ إلى المدينة، نزل على ذلك الملك ودخل عليه. يقولون وقف من على نعم ذلك الكرسي وجاء واستقبل وجمع الوزراء والحشم، فقال لهم اعلموا أن هذا الرجل أنقذ حياتي من الموت، بماذا أجازي؟ بماذا أقدم له؟ واحد منهم قال تعطي مال، الآخر تعطي كذا من عطاء الدنيوي. فقال والله ما أنصفتموني، هذا أنقذ حياتي من الموت من الألاك، أي مال وأي نعم قصر وأي كذا. فأخذ التاج من على رأسه ووضعه على رأس ذلك الرجل وأجلسه في مجلس، قال هذا يستحق أن أعطيه هذا المنصب وهذا الكرسي. وجه يقول الأعرابي نظر إلى ذلك الرجل، أنا أسألك سؤال، الحسين ماذا أعطى الله عز وجل؟ إذا هذا ملك وروحه كادت أن تنفق لولا ذلك الرجل وأعطى ذلك الكرسي، الله عز وجل بماذا يكرم الحسين؟ ترى منابرنا إخواني ومآتمنا ومجالسنا كلها ببركة سيد الشهداء أبو عبد الله. كل هذه المقامات، التشيع ازداد عطاء ووحدة وازداد، لذلك اليوم الثورات تستمد عطاءها من الحسين، تستمد كل ما تقدمه من الحسين. الحسين هو طريق الأجيال، نعم طريق الأحرار، هو أبو الأحرار. تخاطب الحسين يا سفينة النجاة، وأي سفينة هذه أيها الأحبة؟ يقول الصادق سلام الله عليه كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين أوسع. ولذلك بولادة الحسين ولدت الشفاعة. تعال شوف كرامات الحسين سلام الله عليه، يرجع إلى الخصائص الحسينية، إبراز مقام سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. فماذا حصل بولادة أبي عبد الله الحسين؟ نزلت الملائكة مهللة ومكبرة، والكل يعرف قضية الملك فطرس الذي كسر جناحه، وكيف أنه في ليلة ولادة الحسين الملائكة نزلت زرافات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مباركة ومهنئة. وفي تلك الليلة طلب هذا الملك أن يحمل إلى وين؟ إلى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أن نزل أخبره بما جرى على ذلك الجناح، سبب كسر ذلك الجناح، فقال له النبي صلى الله عليه وآله امسح جناحك بمهدي ولدي الحسين. الله أكبر، قبل الزوار أبو عبد الله الحسين. فمسح ذلك الجناح بمهدي الحسين سلام الله عليه، وإذا به قد طار محلقا نحو السماء وهو يقول من مثلي وأنا عتيق الحسين. وطار جبرائيل وهو يقول من مثلي وأنا أهز مهد الحسين.
كل ملك أخذ يحلق نحو السماء وهو يتفاخر ويتباهى بما قدمه للحسين. احنا بعد آي الليلة نهنئ أنفسنا أيها الأحبة بحبنا للحسين بهذه الولادة العطرة على قلوبنا، ونحن في هذه الليالي هذا الشهر الشريف الذي ازداد بهجة وسرورا بهذه الأقمار المضيئة التي أنارت هذا الشهر الفضيل رحمة نعم ونفحة وبركة، ونحن في هذه الليلة المباركة العطرة على قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن شيعة محمد وآل محمد، وأن يفك كل أسير لا سيما المسجونين المعذبين، وأن يعيدنا على هذه الأيام ونحن في حال أحسن من هذا الحال بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يشرق نور الحسين ابن النبي محمد صلى الله، أمر الملائكة أن تنزل وتؤنئ رسول الله صلى الله، وأمر الأعياء وهي أجمل حورية في الجنة أن تنزل على فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى، فهبطت لعيا على فاطمة وقالت لها مرحبا بك يا بنت رسول الله كيف حالك؟ قالت بخير، ولحق فاطمة عليه السلام الحياء من لعيا ولم تدري ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ أبطت حوراء ومعها درنوك من درانكة الجنة، فبسطت في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا، وبينما فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صح، بينما هي لا تحس بألم ولا وجاع وإذا بها قد وضعت بالحسين أفضل وسلم عليك صلوات فاطمة الزهراء صلوات حسن والحسين صلوات ما عليه خلي بعدين المعصومين الحسن والحسين صلوات أئمة المعصومين. إخواني الله يعودنا وياكم، قبل أن نجيب الجلوات ما أدري الأخوة طالبين جمع زين هاي الليلة المباركة، ف
فجزاكم الله خير لا تبخلوا على حب الحسين. اثنين ثلاثة يقوموا جزاكم الله خير. هذا حق احتفالات النساء. جزاكم الله خير جزاء عينهم. صلوا على محمد وآل محمد. يلا عدنا وياكم ان شاء الله جلوه جلوتين ثلاث ان شاء الله على حب سيد الشهداء ابو عبد الله الحسين. لا تبخل بصوتك اليوم اليوم نهني فاطمه اليوم اليوم نهني فاطمه اليوم اليوم نهني فاطمه اليوم اي وين صوتك ها ما اليوم هاليوم نهني إيه بعد بعد ها اليوم هاليوم نهني فاطمة اليوم الله الله يا محلى هالشهر شعبان بالنور علينا من ظهر شمسين بالكون تلالا ويا القمر وانزاحت اليوم ليالي المظلمة اليوم اليوم نهني فاطمة اليوم إيه اسمعها مبروك بحسين يا بيت خير الملا محبوب والناس اجت تستقبله وقلوبنا ورود نثرناها إله سبحان باري علينا أنعمه اليوم اليوم إيه وين صوتك اليوم اليوم أقمار وشمس تشع بهالشهر وبابو السجان تقر عين الدهر قلبي الموالين ببنطه انبهار باسم الافراح علينا دايما اليوم 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 الله الله يا محلى هالشهر شعبان بالنور علينا من ظهر شمسين بالكون تلالا ويا القمر وانزاحت اليوم ليالي المظلمة هاليوم هاليوم إلى غابت الأصوات مبروك بحسين يا بيت خير الملا محبوب والناس اجت تستقبله وقلوبنا ورود نثرناها إله سبحان باري علينا أنعمه اليوم 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 أقمار وشموس تشع بهالشهر وبابو السجان تقر عين الدهر قلبي الموالين ببنطه انبهار باسم الافراح علينا دايما اليوم فاطمه اليوم اليوم ايه اليوم اليوم نهني فاطمه اليوم اليوم الله يعدنا وياكم. هذه شويه الجلوه تحتاج لصوتكم، ها لا تبخلون فيها، ها وصلوها ان شاء الله الى كربلاء، نشارك ان شاء الله الزوار اي ليله بالفرحه. دنيا غدت تزهر بحسين المشكر، دنيا غدت تزهر بحسين المشكر، دنيا زهيه يا علي هاي المسيه
دنيا زهية هاي المسية، دنيا غدت تزهر بحسين المشكر، دنيا غدت تزهر بحسين، دنيا زهية هاي المسية، دنيا زهية هاي المسية، دنيانا تزهر يا علي وزادت الأنوار يا علي، جينا نهأن فاطمة وحيدر الكرة ونهأن جد المصطفى والد الأطهار، ونهأن جد المصطفى والد الأطهار، نهن النبي الأطهار بنت النبي وحيدر، نهن النبي الأطهار بنت النبي وكل البرية هاي المسية، وكل البرية هاي المسية، آيات شفنا يا علي بهاي الولادة في بطن أمه يسبح لرب العبادة، والزهرة تشكر خالقه لصوره وزاده، والزهرة تشكر خالقه لصوره وزاده، سبحان من صور سبط النبي وحيدر، سبحان من صور سبط ترقب مجية هاي المسية، ترقب مجية هاي المسية، دنيا غدت تزهر بحسين لمش، دنيا غدت بحسين، دنيا زهية هاي المسية، دنيا زهية هاي المسية، آيات ظهرت يا علي السيد الأحرار في يوم مولد بو علي قائد الثوار، لملاك تصعد تنزل تهني المختار، لملاك تصعد تنزل تهني المختار، ولعيا بدت تزهر تهني بني حيدر، ولعيا بدت تزهر تهني بني، تهني الزكية هاي المسية، تهني الزكية هاي المسية، والملك فطرس من اجت مرغ بمهده، والباري لجلك بو علي أمن ورده، بين الملايك يفتخر روحه ورده، بين الملايك يفتخر روحه ورده، والمهد لي مصدر يمشي ويتبختر، والمهد لي مصدر يمشي بمهد الشوفية هاي المسية، مهد الشوفية هاي المسية، وجبريل نازل للنبي زف التهاني يهني حبيب المصطفى بأحلى المعاني، بشراك يا خير الورب زين المعاني، بشراك يا خير الورب زين المعاني، الكل الإبا مصدر ثائر بن حيدر، الكل الإبا مصدر ثائر بن حيدر، ابن الشوفية هاي المسية، ابن الشوفية هاي المسية، نقسم بمولد بو علي نور المسلمي، نجي حماة الدين في كل البلاد، سيد علي ونصر الله وكل المحبك، سيد علي ونصر الله وكل المحبك، جاهل ولي حيدر وحسين المشكر، جاهل ولي وحسين، ابها الحمية
هاي المسية ابها الحمية هاي المسية نقسم بمولد بو علي نور المسلمي نجح وما تدين في كل البلاد سيد علي ونصر الله كل المحبي سيد علي ونصر الله كل المحبي جاه الولي حيدر وحسين المشكر جاه الولي وحسين المشكر ابها الحمية هاي المسية ابها الحمية هاي المسية دنيا غدت تزهار بحسين المشكر دنيا غدت دنيا زهية هاي المسية دنيا زهية هاي المسية الله يعدنا وياكم بعد هذه الجلوة استاهل ترى بالأحرار قصيرة جدا لكن بعد التفاعل إن شاء الله يكون أعلى أول ما نبدي وش نقول لا إله إلا الله يا ربي صلي على الرسول لا أول ما نبدي وش نقول لا يا ربي صلي على الرسول لا هاك اسمع ايش قال القلب يا المحبوب يا حسين صوتك يا حسين ها حبك سرى ويدمه بالقلوب يا حبك ذنبنا لا تظن من انتوب يا نضوي لك شموع العمر بالدروب يا ردد يا حاضر محفله لا اله الا الله يا مرحبا ويا مرحبا لا اول ما نبدي وش نقول لا اله يا ربي صلي على الرسول لا صرختنا تبقى ترتفع بالأرواح يا ونردد اسمك بالحزن بالأفراح يا يلذكرك بطيب السعادة فواح يا كلمة تجلي الهموم وتنزاح يا بدر السبط ضيقت من لا إله حي على خير العمل لا إله أول ما نبدي وش نقول لا يا ربي صلي على الرسول لا هاك اسمع اشكال القلب يا المحبوب يا حبك سرى ويدمه بالقلوب يا حبك ذنبنا لا تظن من انتوب يا نضوي لك شموع العمر بالدروب يا ردد يا حاضر محفله لا اله يا مرحبا ويا مرحبا لا اله اول ما نبدي وش نقول لا اله يا ربي صلي على الرسول لا صرختنا تبقى ترتفع بالأرواح يا ونردد اسمك بالحزن بالأفراح يا يلذكرك بطيب السعادة فواح يا كلمة تجلي الهموم وتنزاح يا
بدر السبط ضيقت مال لا إله حي على خير العمل لا إله أول ما نبدي وش نقول لا إله يا ربي صلي على الرسول لا أفضل الصلاة والسلام فت الزهراء صلوات رب الحسن والحسين صلوات زين العابدين أئمة المعصومين الله يعدنا وياكم إن شاء الله. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحب الخلق إليك محمد وآله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم رد كل غريب وفك كل أسير لا سيما المظلومين المضطهدين فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل. اللهم وشافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع طل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم السيد جواد السيد هاشم والسيد محمد السيد علي السيد جواد والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان. نودي الجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.